السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إله ما إسكال سبحانه وتعالى ماشا وحكاد على قلبت أفر أدو كجرنا بشي رمضان إي بركة سند طبعا كيدي الدنبا أسي خير بندين نكجرنا يا وحاي مجلس أيما والدعات يحق عن صدي إنو علوم ذا يا أي مادي إنو أيار أو أفريو تاسو أي تهي دادك مسلمين تين أورت إسكاوا ورهيان وإسكاوا رقبان وي بوقشان أوتهي معايا هذا يقيب قاعدة شان أي تهي أفرك يماشي كوالا أفرين مدان الله سبحانه وتعالى نبضو نوغو تاميلو نوغو دمييي مدى كالي صوها ديو عوي مغالا دا وحي دباتو كجيرتو معاسي دا سي ورالها شاقين بو مقدراتكو كميدي هاي وحيا باك اللي فساتي كجيرة او كميدي هاي إنا عيادنا يا اللوغا شاكيستي او ماشا كوالا هادلني إنا مغالا دا وحا صوتن ميل لوغا سو جوسيدو مغالا دا دعوة دا أنسي بلارينو مجتمع عنا أن اسكو حرنو مجلس كو حالوغو تلقالي إنو مجتمع اسكو حرو ولو ماذا أي ماذا دعادة شعبك مسلمين تاكر قارس إنو اسكو حرو أو كوبا كالي أدونك وحي لقا كاقبان كارنا وكا قبطو ولا قبطو ساسا مركا لوغو تلقالي مجلس فردقا ومجلس كسوق الغالي هدف كالغالها يقصد كالغالها وافرك كو إن اسلافرو اللابا إني الدعوة اللقا قبطو وحي المقالة اللقا قبان كارو معاسي دي باحتضة تالو سادح إن لم يذوبو من نماء أيضا أي هاوشو النقطو الدعاة دا إيوة دا مذوبان هل ميلنا يوسو بدا جوستان وحي دباتي معاسيو مقالة كجيرو انت عسان مركز كو أفقرني. بسم الله الحمد لله وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلبتا أفركن اسكوغو إمادين حلو إمادا يدعاة دا وسوقا وانقابي مجلس الأئمة والدعاة قصد كيسو وحوق هاي إن علماء هل ميلك وضع أفران وحي دانها دين تودا إن هي مهمة دود إن إسوي ديان سدي ماركتي دين تا ومدى لغو سي باهن لهاي تدخل لغو قدماني لهاي أي مدى إسكو قربسان لهاي مقادرات كالولاد دقال لهاي وحكستا أو بلشادة أنفعي خير الدون يا خير آخرة ومدى لغو دادعين لهاي لغو جمعين لهاي إماميهو قعمها إسكو قربسان لهاي او الهي سبحانه وتعالى انغو كورالي جلينينو جن الهي ان كورادينينو محمد انت اساي هاد سوفي عنا ونوو دمالي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وصلى على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رنتي قلبتا تاريخ دا هيد لبدا بشا افراد لوكن لواتني افر لنا ميد اه لواتني سدخدا بشا رمضان كون افر بول افرتني شن wa tan gaadhan waxa gaarta lagu sameeyay afar jamaacay oo loo sameeyay in aaymada masajidada magaalada Garis iyo ducada qayb kamid ah ujeedaduna ay ahayd bal horta markood in la kala war qaato la is arko la is baraydiyo la is salaamo kadib in laga wada hadlo sidii midnimo iyo wada jir ummada loogu baaqi lahaa aaymaduna ay mid u ahaan lahayeen dacwadana loo xogeyn lahaa waxa qodob saddexaad ahaa in wixii magaalada dib ku haya oo koow ka yahay daroogada iyo maandooriyasha magaalada ku soo badanaya qaabkii looga hortagi lahaa iyadana in target laga dhigto mustaqbalka iyo insha Allah ta'ala wixii laga bilaabo galabta majliskan magacuusa majlis ulaimati wa du'aat inuu noqdo majlis shaqadii loo askumay ee loo awuray ka soo baxo oo xaqiiqo insha Allah ta'ala hadafkana uu yahay استحدد الدعاء أئمة علماء إيوه واحترك بالشدة لين أول بيت هاي وحي آخر هذا يقدم كذا خير وشرا إن لقى قوي قاته وحي الشر أنا لقى أرتقه إلى هنا لوك المستوى أنت هذا فقها أرتقه عنا هاي كم من اسمه وكم من كوريا عن هاي يقولي برنامج مهم جدا سوير وحين المدون كلام مغنين وحين سوير إمامة بقولن إن كلفه أديس إنه بشر رمضان خير كذا إيوه حن وان إصبرنا تينا الحمد لله وان كفايه سنه امامدي وان شاكه سنه وان ولدهن وانا كشاكه سنه دعوتي سدان هور او ودلهن مدنمو موافقه اسكو خرنان رماسو دوان كدهن ان شاء الله تعالى وانا غوان قادنا سدان هور او سكون لهن او مدنمداس انو سخوجين لهن دعوته مغالده غارسا ساي كوسوينا انا ماشي سدان او هورمرين لهن وانا اسكو سو خرنان لهن شركنا ان اوغه هورتغ لهن aan khayrkan ugu dadan lahan midnimada oo muujin lahan mukhaadaraadka magaalada saaid ay ugu faa'iideen sidaan wax uga qaban lahan arimaanka sheekaysan oo muhiimsanaa iyo isbarashada
انتاس ايه اهد.